يواجه منتخبنا في أقل من ساعة من توا المنتخب الجامبي في آخر جولات الدور الأول من كاني كاميرون. مواجهة باش تكون مختلفة على سبقاتها باعتبار ما خلفته جائحة كورونا من أضرار بعثرت أوراق المدرب منذر الكبير بسبب إصابة نصف الفريق، ورغم عودة محمد دراجر اللي شارك في آخر حصة تدريبية قبل المباراة وتماثل الحارس علي جمل رفقة زميله أسامة الحدادي، إلا أنه ما بقاتش قدام مدرب منتخبنا برشا حلول لاختيار التشكيلة. ولعل انعدام خيارات مس بصفة خاصة وسط الميدان والهجوم، خاصة مع عدم توفر حلول على بنك الاحتياط في غياب أوراق ينجم يستعملها منذر الكبير حسب التطورات اللي تشهدها المباراة. رسميا نسور كارتاج ضمنوا التأهل للدور الثمن النهائي قبل مواجهة غامبيا وضمنوا على الأقل مركز من ضمن أفضل الثلاثين، ومع هذا مباراة اليوم قد تمكننا من تصدر المجموعة السادسة في حالة انتصارنا وتعثر مالي، وفي الحالة هذه نلعب ضد ثاني المجموعة الخامسة منتخب غينيا الاستوائية. أما في حالة الترشح في المرتبة الثانية فإن نقابل المنتخب الغيني، أما في حالة التعادل والهزيمة فإنهم في انتظار منتخبنا منافس قوي اسمه نيجيريا. وبالتالي المطلوب من ولادنا النزول للملعب لين بيه بالجدية المطلوبة، واقتلاع انتصار يبقى في متناولنا لتفادي مفاجآت غير سارة في الأدوار القادمة، وإن شاء الله مربوحة.